مساء الخير، برحب بكل مشاهدي قناة ميسات، وطبعا وحشتني جدا لاني بقالي مدة كان في عندي مؤتمر وغبت عنكم، فوحشتوني جدا فعلا. في الوقت ده انا يمكن لما بخرج وقابل ناس بتسأل اسئلة معينة. الاسئلة دي انا حبيت المرة دي ان اجمعها واتكلم عليها، لان اكيد زي ما بتهم كذا حد بتهم ناس كتيرة. فاخترت لما لميت الأسئلة اللي أنا بتسألها كتير، لقيت الموضوع كله بيدور حول حاجة واحدة غريبة قوي. تخيلوا إن لغاية دلوقتي في ناس غير معترفة بأهمية ودور الأكل في حياتنا. تخيلوا، لسه ناس متخيلة إن الأكل بس فايدته إن أنا بتسلى، متعة، من غير ما ياخدوا في الحساب المتعة دي بتعمل إيه. عشان كده أنا حبيت أأكد وأتكلم وأوضح مخاطر التغذية الغير سليمة، مخاطر المتعة دي. تخيلوا، يعني أنهي أحسن، آكل وتبقى صحتي كويسة، ولا أتمتع وأدفع الثمن عند الدكاترة وأدفع الثمن فلوس ومن صحتي؟ عشان كده أنا حبيت أتكلم على العدوى الصديق. العدوى الصديق النهارده اللي هو الاكل. صديق لما بناكله كويس بيمري علينا وبدينا صحه وبيطلع على جسمنا بالنشاط والحيويه، وعدو لما اقول لا انا عايزه اتمتع وانا زهقت وانتوا هتحرموني وعلى ايه، وابتدي اكل بدون التفكير. طبعا كان اول حاجه الناس بتحبها وكلنا بنحبها مش هننكر، العيش. العيش ده قصة ورواية اغلب الناس. وبعدين بقى تلاقي اللذيذ انا باكلش عيش، ومصرة ما باكلش عيش. بتاكل ايه؟ توست. طب ما العيش والتوست والسن عيلة، فاميلي، يعني عيلة واحدة. سواء كلت توست، سواء عملنا العيش ده كرواسون، دقيق، كله دقيق وكله بيخش الفرن. فالعيش وناس بقى الالذ يحمصوه زي ما احنا شايفين كده، وتقولي لا ده انا باكل عيش محمص، ده المفروض ما يتخنيش. تخيلوا بقى ان العيش المحروق ده اكثر خطوره، سعراته الحراريه اعلى، يعلي الضغط. بقى اللي انا هتكلم عليه او عايزه نركز عليه ازاي ان احنا الاكل هنربطه مع الامراض. الناس اللي بتاكل العيش ده، العيش الناشف المحروق، لا الصوديوم فيه اعلى والملح فيه اعلى ويرفع الضغط. مش بس بيرفع الضغط، لا بيعمل زياده في الوزن. اللي بناكل منه اكتر بقى، ما هو ده انا بيخسس، ده بقى ما فيهوش، مع ان كل عملنا انه فقد الميه اللي فيه، فالملح تركز فبقى يرفع الضغط. سعراته الحراريه عاليه، ما فيهوش الياف، ما فيهوش اي قيمه غذائيه. تمام، يعمل كمان مشاكل في الجهاز الهضمي، ده يعمل امساك اكتر لان ما فيهوش ميه. تمام، عشان كده العيش المحروق والعيش الناشف ده اكثر خطوره. لا مش بس كده، مش بس اللي انا قلته ده، لا لا لا، ده في حاجات كتيره جدا غير ان هو بيأثر على الجهاز الهضمي وبيعمل حرقان وتعب في المعده، بيعمل امساك لان ما فيهوش ميه. لا، الحته المحروقه دي بيتكون فيها ماده بنسميها الاكريلامايد. يمكن الاكريلامايد ما حدش سمع عليه كتير، في ناس تقول لك الهيدروكربون سمع، يعني انا حتى ذكرتها كذا مره في كذا برنامج، بس الاكريلامايد اللي انا حبيت ااكد عليه المره دي عشان ناس كتيره جدا ما تاخدش بالها منه، ده ايه؟ ده عباره عن مركب كيميائي بيتكون لما بنحرق او نحمص او ننشف مادة طعام يكون فيه نشويات أو سكريات. زي إيه؟ زي البطاطس، زي العيش، زي البن، تحميص البن. بتتكون مادة الأكريلامايد دي اللي هي عبارة عن بيحصل فيها تفاعل بنسميه ميلر التفاعل، ده تفاعل ما بين الأحماض الأمينية والسكريات أثناء الطهي. لقوا إن التفاعل ده تم اكتشافه مؤخرا في قرب القرن الواحد وعشرين، عند اوائل القرن الواحد وعشرين. مش بس كده، طب بيعمل ايه؟ طب ايه الميزه بقى؟ لو ناخد بالنا، زياده انتشار امراض معينه وهو مرض السرطان، ده كتير جدا بقينا نسمع عليه. زاد الانتشار،
اللي يمكن الناس بتتجاهل النقطه، لا الطعام والاكل وطريقه الطهي بتلعب دور جامد جدا في هذا المرض. من ضمنها العيش الحاري، الحته المحروقه اللي احنا بناكلها. طبعا كتير جدا يقول لك لا انا ما باكلهاش، ده انا بطلت بقالي اسبوع، طب مش عارفه. لا، اي حاجه بناكلها ده تراكم السنين. فالاكريلاميد ده ماده مسرطنه، مش بس في العيش، لا لسه هكمل في حاجه تانية. فلما باكل الحته الناشفه اللي انا بقى حرقاها ومحمصاها عشان افتح نفسي بقى واقول دي مش هتخني، انا باكل ماده بتساهم في السبب في مرض السرطان. وعشان كده الامراض دي زادت جدا في السنين الاخيره. مش بس كده، المشاكل اللي بتتكون نتيجه الاكل الغلط بتساهم في خلق مشاكل في الجهاز التناسلي، بتعوق عمليه الحمل، بتعوق الاخصاب. ومتهيألي دول اكتر حاجتين احنا انتشروا اليومين دول او في السنين الاخيره، بيؤدوا الى صعوبه في الحمل والانجاب. وبنشوف دلوقتي كم من حالات بيلاقوا صعوبه ويلجأوا للحمل المجهري، وييجوا عشان لازم برضو ياخدوا نظام صحي. كم من حالات دلوقتي ابتدى يظهر فيها مرض السرطان. ليه؟ بياكلوا غلط. مش الاكل الغلط، لا، الاكل الضار اللي هم بيحبوه وتعودوا عليه. فنمر واحد زي ما اتفقنا العيش، وشفنا شكل العيش الناشف والمحروق ومشاكله. قلنا ان العيش الناشف مش بس ان هو بيعمل زياده في الوزن، ومر كمان طعمه، لان طعمه بيتغير نتيجه تركيز الملح، كمان بيعمل مشاكل في الاسنان وتلوث في الاسنان، تسوس في الاسنان سوري، وكمان صعوبه في الهضم. في بقى ناس ظريفه جدا، تلاقي مثلا عيش مخزنه بطريقه غلط، في حته معفنه، حته بسيطه قوي لونها ضرب، فتقوم قطع الحته البايظه وحطها على جنب وبتاكل السليمه. لا، عايزه اقول لك ان العفن اللي بنشوفه ده الجذور بتاعته بتنتشر، ما بتبقاش لسه واضحه، بس بتبقى يعني ملت العيش كله. ها سموم الفطريه دي اللي بنسميها الافلاتوكسين، اللي هي مش بس سامه، لا وكمان ممكن تساهم في مرض السرطان. دي واحد. طب نمره اتنين، العيش المعفن ده ممكن يتسبب في ظهور طفح جلدي. يعني الناس تبقى عاديه جدا وفجاه بتهرش، عمر ما يجي في بالها ان ممكن يكون السبب حته العيشه اللي بايظه اللي كلتها، لا هي دي السبب. عندنا طفل صغير في البيت عنده ربو او حساسيه، فالام تقوم قاطعه، شاطره قوي، العيش، ترمي البايظ وتاخد الحته السليمه من الرغيف، يساهم في زياده حالات الربو. مش بس كده، ده بيأثر على الجهاز الهضمي وبيعمل تلف في الجهاز الهضمي ما بين القيء والاسهال والامساك. الأسوأ من كده كمان ان هذا العفن كمان بيساهم في انه بيأثر على جهاز المناعه، فبيضعف جهاز المناعه. تخيلوا بقى، ويبقى الشخص بيتعالج وبياخد علاجات ومش عارف يخف. ليه؟ لان الجذور بتاعت العفن انتشرت في الرغيف. صحيح لسه ما ظهرتش، نصبر عليها شويه، بس ابتدت تاثر. وده كله بسبب انها الناس كتير جدا تقبل انها تشتري كميات كبيره جدا، تسيء طريقه التخزين، واللي في البيت يعني هم اللي يدفعوا الثمن. معانا ناديه ونكمل. اتفضلي يا ناديه. ازيك حبيبتي؟ ازيك؟ عامله ايه؟ تمام. بقول لحضرتك دكتوره، انا بقالي 7 شهور عندي مراره في بقي بطريقه فظيعه قوي، ورحت يمكن يجي 7 دكاتره، واديني علاجات كتير ومحاليل وعمال في تحاليل، بس ما فيش كده، المراره دي مش عايزه تروح من بقي خالص. تمام. وعملت المراره، انا عندي مراره دي. مش سامعه انت عملتي ايه؟ عملت اشعه على المراره، الدكتور قال لي يعني اللي عاملاها بقالي فتره من 8 سنين، قال لي دي هي فيها حشره بس راكبه مش هتعمل حاجه. المهم الايام دي بقى بقول لك 7 شهور اهو، وفي عندي مراره في بقي،
ما عملت الاشعه المره دي بقى تاني قلت الحصوه 5 سنتي فقفل على المراره يعني ايه هي اللي عملت المره دي كلها في بقي. وباخد علاج المراره، باخد علاج المعده ومش مفيش فايده، مش لاقي لها حل خالص. اول ما بتقولوا بالنوم بس عايزين يعملوا لي عمليه المراره، قال لي ولا صحه ولا سن، عندي سن 65 سنه. 65؟ فانت مش عارفه يعني مش فارقه الليل والنهار ما بقاش قادر العب زي ما اكون عصره ليمون حادق قوي وحطاه في ظهري كده واسناني. يعني اول ما بتقولوا بالنوم ثانيه واحده يعني ايه يعني تعباني قوي برضه. نادية اخد من سناني بقى ولا من المراره مش لاقيها اي حل خالص. حاضر يا حبيبتي. هجاوب على حضرتك. طيب المراره يا ناديه ليها عده اسباب، مش عشان مراره تبقى لازم جايه من مراره وان الحصوه دي هي اللي عامله، لا ليها عده اسباب من ضمنها الكافيتيز او الجيوب اللي بتتكون عند السنان. تمام، دي اكتر حاجه تعمل لك مراره وتزيد اكتر الصبح او بعد ما تاكلي. وخدي بالك لانك ممكن تلاقي مع المراره دي الصبحيه بالذات في اللعاب سنه لون احمر او بني، فلازم تكشفي على الاسنان عند دكتور كويس وتشوفي الكافيتيز دي الجيوب دي وتعالجيها. كمان اللي احدى الاسباب ليها الامساك، لو في امساك او عسر في او تعب في الجهاز الهضمي ممكن تعمل لك الحكايه دي. فلو كشفتي عند حد بطنه وحد اسنان هو ممكن نصل لحل في القصه دي. سلامتك الف سلامه. معانا ساره، اتفضلي يا ساره. حاضر يا استاذ. خير يا بحير. نعم احنا من البحير. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. خير يا ساره، مالك؟ بنتي عندها مكروب حلزوني وخدت العلاج بتاعه وبعد كده بقت تعبت يعني مغص وترجيع. وكانت بتاخد برشام من مضاد حيوي بس ما كانتش بتاكل. ليه؟ ما كانش في نفس، فدلوقتي بقت ترجع في برشام بتاخده ترجيع وقبل الاكل ونوعين. وهي بس في ثانوي ما اعرفش هي خايفه ولا من العلاج مش عارفه. هي عندها كم سنه يا ساره؟ 17. ووزنها قد ايه؟ ضعيفه خالص 40 كيلو او اقل كمان. واو. الدوره منتظمه عندها؟ ممكن تقدم يومين او تاخر يومين. تمام. بتاكل ولا مفيش نفس خالص الاكل؟ لا بتاكل بس بترجع. بس لما الدكتور كلمته تاني قال لي خليها تنتظم على العلاج عشان كانت بتاخد يوم وتبطل يومين. تمام. فاحنا لسه عايزين نشوف يعني، وعايزه حضرتك تقولي الاكل يعني يريح المعده شويه. حاضر يا حبيبتي هجاوب على حضرتك حالا. اولا كون انها ما تاخدش العلاج بانتظام الميكروب بيزيد. على فكره قرح كمان ممكن تتسبب في تكوين قرحه في المعده، والقرحه دي كمان بتبقى مزمنه وممكن تعمل بعد الشر مشاكل جامده، فما بنهزرش فيها. وكون ان هي مش قادره تاخد المضاد الحيوي ده غلط، لازم تاخد. بس كتير جدا من الناس بيهملوا في تناول الادويه وبنتفاجئ انها الادويه بناخدها بس بعد بيكون ايه المشكله زادت. فلازم تاخد العلاج ولازم تعالج مع دكتور صح، ولازم تاخد بالها من اكلها، بمعنى ان مفيش حلويات تانية، دي اكتر حاجه جرثومه المعده بتنمو عليها. تاخد اوت ميل او اللي هو بليله، تاخد العيش البلدي، ما تديهاش وجبات لان واضح ان هي كمان نحيفه وضعيفه جدا. فتديها زي ايه كميات صغيره كل ساعه اديها حاجه او كل ساعتين اديها حاجه. ولازم تكشف عند دكتور وتاخد العلاج بانتظام، لان خدي بالك مشكلتها كمان انها بترد تاني، فلو ما تعالجتش صح هتدخلها في مشاكل جامده قوي. معانا كريم. استاذ كريم. كريم سوري مدام كريمه، اتفضلي يا كريم. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبتي؟ دكتوره وانا عندي 45 سنة. تمام. كنت عاملة دايت وكنت بنزل كويس جدا، لكن قعدت فترة واهملت وتخنت تاني. تخنتي بقى وزنك قد ايه يا كريمة؟ 92. واو. حضرتك بتشتغلي؟ لا. بتاخدي أي أدوية أو علاج؟ لا، بس أنا بصراحة معدتي تعبانة وعندي على طول إمساك باستمرار. تمام. الدورة منتظمة؟ لا. احكي
لي يومك كده عامل ايه من ساعه ما بتصحي لغايه اما تنامي؟ مواعيد اكلك يعني؟ لا هي مواعيد اكلي مش منتظمه، بس انا يعني مشيت تاني على دايت، بس انا مش بخس يعني. ممكن اكل الصبح نص رغيف بحته جبنه، ممكن الظهر اخد يعني برضو شويه خضار، شويه رز بس، وبالليل زبادي فاكهه، بس مش بنزل. بتجوعي؟ في وقت بجوع فيه، الصبح ولا الظهر ولا بالليل؟ ممكن كده على اخر النهار بعد مثلا مواد العلم المدرسه، واجي واخلص كل حاجه في البيت احس ان انا جوعت اكتر. بتتسلي بقى بالاكل؟ بتقعدي تزقزي بالليل؟ بصي وانا بصراحه يعني ممكن يعني مرات باكل لما اجوع قوي، ومرات باخد فاكهه. تمام، هجاوب على حضرتك حالا. بصي بقى قمرة، اولا يا كريمه، اما بنفضل نخس ونتخن نخس ونتخن، الجسم عامل زي اليويو. تمام، زي اليويو اللي احنا الاولاد بيلعبوا بيه. نمره واحد الحرق بيقل بيضعف. نمره اتنين العضله نفسها كل مره بنخس احنا بنخس عضل ودهن، طب بنتخن دهن بس، فتلاقي الحرق يقل وتلاقي زياده الوزن اسرع وتبقى مشكله. عشان كده دلوقتي بقى في كذا وسيله مساعده بيختارها لك الدكتور اللي تناسبك يعني هايله، اللي هي ايه؟ الحقن. في نوعين من الحقن، في حقن بتسد النفس دي بنديها لمجموعه من الناس او اللي هم اكثر عرضه لمرض السكر، وفي حقن ثانيه بتسد النفس وبتعلي الحرق حسب انت حالتك عايزه ايه. الحقن دي بديل عمليه التكميم، بديل البالونه والحاجات اللي احنا بنسمع عليها، لانها فعلا بس بتشتغل بقى يعني. البالونه قولي بتاخد حيز وما نشيلها خلصت، لا دي بتشتغل على الحرق نفسه فبتعالجه وتسرع الحرق. هتساعدك جامد جدا، لان طبعا من كتر ما بتخسي وتتخني تلاقي نفسك خلاص مش قادره. اللي بنسميها الباد اكسبيرينس يعني الخبره الوحشه، ان انا خسيت واتعذبت ووصلت الوزن ده لسه تاني هعيد وكافح، فهي بتساعدك على انك تتخطي المرحله دي. بتنفعنا اكتر ايه؟ اثناء فتره التثبيت، يعني بعد ما بنوصل للوزن كمان بنبتدي نثبت بيها. يبقى كده انت عالجتي الحرق، خسيتي، وصلتي الوزن اللي انت عايزاه، ونبتدي نثبت. فانا انصحك بيها لانها هتساعدك جامد جدا، لان غير كده هتلاقي نفسك بتخسي اسبوعين وتبطلي. الناس بالذات اللي نفسهم قصير او طول النهار يعملوا رجيمات ويخسوا ويتخنوا ويخسوا، بتنفعهم جامد جدا الحقن دي برضو. انما لازم تخسي، لان زياده الوزن بتسبب مشاكل صحيه جامده جدا، وهتلاقي نفسك يعني انت مثلا دلوقتي تقولي 92، عارفه لو كنت هتفضلي 92 بقيه حياتك كنت قلت لك خلاص خليكي كده. لكن هي المشكله ان السنه دي 92، السنه الجايه 102، وبعد كده بقى نفتح اكتر واكتر. السمنه كمان يا جماعه مشكلتها بتعمل اكتئاب. ليه؟ لانها بتخلي الواحد ثقته بنفسه تبقى وحشه مهزوزه. ناخد هايدي، اتفضلي يا هايدي. مساء النور، ازي حضرتك يا دكتور؟ مساء النور يا حبيبتي. انا كنت عايزه اسال حضرتك، انا بيبقى في ريحه كده مش حلوه في بقي دايما. تمام. وانا عملت تنظيف اسنان وحاجات، انا بقى حاسه ان معدتي هي اللي تعباني، وانا اصلا بحس ان انا عندي قولون العصبي ده عشان بتعصب جامد. هايدي انت عندك كام سنة؟ انا عندك كام سنة حبيبتي؟ 32. تمام، حضرتك متجوزة؟ ايوه. في اولاد؟ اتنين. بتاخدي اي ادوية او علاج؟ لا. تمام. اللي بتقولي الريحة دي بقى اكتر الصبح ولا الظهر وفي ديورينج ده اثناء اليوم كده عادي؟ ساعات الصبح بتبقى قويه واثناء اليوم برضو الاقي اوقات بتيجي. تمام، هجاوب على حضرتك. هو بصي يا هايدي، حتى اللي عاملين تبييض اسنان او حتى اللي عاملين فينير لازم يعملوا كشف دوري، لان اكتر حاجه تعمل ريحه، وانا هعمل حلقه مخصوصه كمان عن الاسنان قريب هستضيف فيها دكتور يكلمنا، اكتر حاجه بتعمل ريحه الاسنان، وخاصة ليه بقى؟ لان بقى في بوكتس
البوكس دي بتحشر في الاكل. عشان كده دايما حتى يعني سمعتها في البرنامج انا دايما يقول لك لازم تعملي الفلوس اللي هو بتجيبي الخيط ده وتنضفي بين السنان، ده مهم جدا جدا. ليه؟ لان الاكل بيتحشر وايه يتخمر فيعمل الريحه الوحشه دي، وكتير جدا كمان بيبقى فيه دم نتيجه برضو البوكت والميكرو التهاب في اللثه، فهو ده اساسه مشاكل اسنان. فلازم تعيدي الكشف، تعملي التنظيف الدوري عشان تقدري تتغلبي عليها طبعا، لانها حاجه بايخه جدا وبتبقى محرجه كمان في كتير من الاحيان. فهو ده العلاج الوحيد. ممكن الامساك يؤثر بس نمره واحد لغايه نمره 90 مشاكل اسنان. هنطلع فاصل ونرجع تاني وهنتكلم على مخاطر الاكل الغلط. نشكر الله المكان ده من وقت قليل كان صحراء، ودلوقتي بقى فيه خير كتير لناس كتير قوي. دي طرحت قبل اوانها، لما جيت الفرافرة مزرعة أرض كنعان لقيتها مزرعة نموذجية، طاقة الشمسية، شبكة الري، تقسيم المزرعة، كل خطوة على أحدث طراز أوروبي. أرض المجدول كل يوم سعرها بيزيد، مزرعة أرض كنعان أقل قسط وأعلى عائد. دي كانت تجربتي مع شركة الملكة. مش أنت بتدور على الأرباح؟ هنا في مزرعة أرض كنعان. الساعة كام دلوقتي؟ ما تأجلش، اشتري في مزرعة أرض كنعان، خير ليك ولولادك. للإعلان على ميسات اتصل على 012 76 22 345 أو 012 76 22 346. رجعنا تاني وهنكمل كلامنا على المشاكل التناول الأطعمة الفاسدة والمتعة اللي بندفع ثمنها. بس معايا الأول ناهد، اتفضلي يا ناهد. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبتي. أنا ماشي على رجيم حضرتك الدهون. برافو عليك يا ناهد. بس كنت عايزة أسأل حضرتك، هو أنا مسمح لي كم مزايا في اليوم؟ مزايا واحدة؟ كويس اوي يا ناهد. مزايا وبرتقانية لو خدتيهم كسناكي يبقى انت بتاخدي حاجة مفيدة جدا ليك. ايوة، ما وكم ترانش شيدر؟ اتنين. كويس ماشي، حلو خالص. وكنت عايزة اسأل حضرتك سؤال. اتفضلي. السجاير ايه نظامها؟ السجاير اكبر عدو البني ادم، مش ملهاش دعوه بالرجيم بس ليها دعوه بصحتنا بجلدك. هقول لك على فكره حلوه قوي. قول. عايزه تعرفي تكرهي السجاير تعملي ايه؟ حاجه بسيطه جدا جدا، هتجيبي ورقه بيضه حطيها على خدك كده كويس، وامسكي السيجاره وطول ما انت بتشربي سيجاره خلي الورقه كده ما تشيلهاش، سيجاره واحده. شيلي الورقه بعد كده وتفرجي على لونها. الصبغه اللي بتاخدها ده بالظبط اللي بيحصل في لون جلدنا، تخيلي. ماشي يا دكتور. العفو حبيبتي. ميرسي خالص على تعبك معانا وعلى ذوقك. يا حبيبتي تحت امرك يا روحي. معانا اغابي. استاذه أيوة اغابي اتفضلي. ايوه يا دكتوره. يا حبيبتي يا دكتوره. مساء النور يا روحي. حضرتك انا عملت كذا مره رجيم بس ما في، يعني انزل حدود 9 كيلو وارجع تاني ممكن اوصل بال 12 كيلو في يوم، يعني بدل 9 ببقى 12. فانا كذا مره عامل رجيم فما فيش فايده فيا، يعني مش
عايزه كنت اعرف عن حضرتك، كنت بتتكلمي عن موضوع الحقن، فعايزه اعرف ايه نوع الحقن دي ان انا اخدها، يعني ان هي تنقل السروال وفي نفس الوقت تعلي الحرق. تمام. طب قولي لي يا غادي، حضرتك عندك كام سنه؟ عندي 43. تمام. وزن حضرتك قد ايه؟ حاليا 95 96 كيلو. تمام. ماشي على نظام اكل ولا نفسك قصير؟ لا يا دكتوره، لا مش ماشي على نظام اكل. بتحبي الاكل؟ طبعا في اكل. اكتر منطقه بتتخن عندك فين يا غابي؟ البطن والارداف يا دكتوره. هجاوب على حضرتك حالا. قصه الحقن دي قصه مهمه جدا جدا جدا، لانها دلوقتي بتغزو العالم نمرة واحد، نمرة اتنين نتائجها هايلة، بدل ما بدفع ال 150 ألف والأسعار الأرقام المهولة اللي بيحد بيسمع عليها في التكميم والعمليات والبالونات والكلام ده، لا هي نفس الفكرة بتعمل نفس العمل، بس بدل ما بدفع الفلوس مرة واحدة لا احنا بنقعد ندفع، وطبعا ما بندفعش المبالغ دي كلها مهما كان، بس بنوصل اللي احنا عايزينه. نظام الحقن مش بس حقن، يعني انا ما اقدرش اقول لك كده خدي حقن، لا، لان دي ليها كذا تركيبه. بقول لك في حقن بتسد النفس، في حقن بتسد النفس وبتعلي الحرق، في اوقات بنعمل تركيبه عباره عن الحقن زائد فيتامينات معينه عشان تعالج وتديكي الفيتامينات اللي ممكن تبقى ناقصه منك، لان في ناس مثلا يشتكوا ان عندهم تنميل، في ناس تشتكوا ان هم لا ده بيهبطوا، لا ده وشهم شاحب، لا ده مع الرجيم بتحس ان هي هزلانه وبتترعش وجسمها بيتنفض. كل دي اعراض لازم الدكتور اللي بتتابعي معاه واللي هيختار لك نوع الحقن واللي عمل لك التحليل اللازم لازم يعملها عشان يقدر يديك. فما اقدرش اقول لك كده روحي خدي كذا، لان ممكن حاجات تضر، وعشان كده بنسمع حاجات غلط. يعني انا لسه من كام يوم سامعه فيديو وقعد بقى منتشر والناس فرحانه وبيتنططوا بيه، لا شوفي بقى وبيحارب بيه الحقن. واحد بيقول حد معروف خد الحقنه وبعد شويه بقاله انسداد وما بقاش عارف يخش الحمام وبطنه اتنفخت ودخل المستشفى ويوي. ليه حصل كده؟ او ليه ممكن يحصل مشاكل؟ اولا بياخدها غلط، ثانيا في ناس بتفرح انها خست فتبتدي تقلل المدة القانونية بتاعت الدواء الحقن وتاخدها أقرب، فتكون نتيجة مشكلة في الجهاز الهضمي. عشان كده بقول دايما لازم تاخد مع إشراف طبي، لازم دكتور اللي يديها ويشوف لك ايه التركيبة اللي انت عايزاها ويتفرج معاكي على النتيجة ويتابعك عشان نقدر نوصل اللي احنا عايزينه. صح، زي اي حاجة في الدنيا. نكمل كلامنا بقى، اتكلمنا على مشاكل العيش وبالذات العيش اللي هو حصل فيه جزء تعفن واحنا عايزين نعرف. هنتكلم بقى على المشكله الثانيه اللي خصوصا بقى ايام المدارس كتير جدا من ولادنا يقولوا ايه، لا انا عايز اكل وجبات جاهزه، لا نبص نلاقي ايه المعلبات الجاهزه الام تجيبها وتعمل بيها السندوتشات للاولاد من غير ما تحاول انها تتعب نفسها شويه ان تعمل لهم اكل طازه فريش. ليه؟ مفيش وقت. كلمه مفيش وقت دي انا بسمعها كذا مره في اليوم لدرجه انها بقت تنرفزني، لان يعني ايه مفيش وقت؟ يعني ايه مفيش وقت ان انا اقف اعمل اكل صحي لاولادي ما اديهمش وجبات محفوظه مليانه مواد حافظه مليانه وفيها الوان بتسبب لكتير جدا من الاولاد الربو، حساسيه الصدر، الهرش، نبص نلاقي اكزيما وانواع مختلفه. لا ما عنديش وقت، فنبص نلاقي بتديهم وجبات ما فيهاش اي قيمه غذائيه بس مليانه عيش ولحوم مصنعه، تكون نتيجه الطفل يبتدي يزيد في الوزن. مليانه صوديوم وملح، فتبص تلاقي الطفل بقى خلقه ضيق وسهل النرفزه والخناق وي وي. ما فيهاش ولا فيتامينات ولا معادن، فتكون النتيجه ان صحه الطفل تبتدي تضعف يبقى اكتر عرضه للمشاكل الصحيه. الصوديوم الكتير اللي بيحطوه فيه عشان يحافظوا على الاكل يعلي الضغط ويسبب مشاكل في عند الاطفال. مش بس كده، الوجبات دي لان اولا غير معلومه التركيبه بتاعتها ومليانه نشويات بتخلي الطفل تزود مقاومه الانسولين ويبقى اكثر عرضه للسكر النوع الثاني. ليه؟ لانها بتعلي السكر في الدم بسرعه.
كمان نتيجة الملح والقيمة الغذائية القليلة يبقى الطفل أكثر، أو الشخص حتى الكبير لأن كمان الكبار بياكلوها، أكثر عرضة لأمراض القلب ونتيجة الصوديوم الكتير والسكريات والنشويات اللي فيها. الأبوغ حاجة كمان إنها ممكن تساهم في حدوث مرض السرطان. شوفوا لنا كم حاجة، ده لسه كمان هنشوف ليه السر وراء زيادة بعنف دلوقتي. يعني حاجة تصعب على الواحد، نقول ايه كل بيت فيه مريض كده، كل ده ليه؟ علشان الغذاء بتاع الخلايا بتاعنا ما بقيناش نهتم بيه. لا انا نفسي، لا اشمعنا، لا ما جاتش من دي، هي ما جاتش من دي السنة دي، بس السنة دي عملنا راء من المشاكل، السنة الجاية راء تاني وهكذا. عشان كده بقى ابتدى ينتشر اكتر امراض السرطان. نيجي نخش الحاجه الثانيه بقى، حرق اللحمه. لا هنخلي صوره الاليه دي لسه هنيجي نتكلم فيها، بس هنتكلم على مخاطر حرق اللحمه. انا بشوي بقى، طب انا بشوي اهو باكل اكل، مش انت بتقولي كله مشوي بلاش نقلي، طب هناكل مشوي. نبص نلاقي المشوي عباره عن راء محروق كده اسود. طب ايه بقى اللي حصل؟ اتحصل ان نتيجة اللون الاسود ده اللي اتكون ده، اتكون امينات تمام غير متجانسة بنسميها الهيدروكربونز والاكريلاميد. الهيدروكربونات دي عبارة عن ايه بقى؟ اولا دي عبارة عن مركبات هيدروكربونات عطرية، نتيجة ان انا لما باجي اشوي بتسقط الدهن بيسيح، فيبتدي الدهن ينزل على الفحم، يطلع منه يتطاير منه الهيدروكربونات دي تترسب على اللحمه. هذه الهيدروكربونات دي مسرطنه وبتساهم في حدوث مرض السرطان. حاجه بايخه، بس الواحد اما يعرف عرفت حاجه بايخه فابتدي احتاط، مش كده ولا ايه؟ وخاصه لو انا عندي في العيله تاريخ مرضي لهذا المرض. عايز اقول لكم ان انا ناس كتيره جدا بتفاجئ انه بقى ماشيين سنين طويله ماشيين، مش ماشيين غير على ايه الاكل المشوي، وخاصه يمكن في امريكا وفي البلاد دي غاويين شوي. وسمعت كتير جدا على ناس اصلا ما فيش في العيله مرض السرطان، وتفاجئوا لا جات لهم اصابه بهذا المرض. ليه؟ نتيجة الإهمال والسرعة ونوعية الأكل اللي هم بيتمتعوا بيها. المتعة شيء، بس أنا متهيألي إن المتعة اللي هدفع ثمنها من صحتي بلاش. يعني واحنا بنسمع كنت لسه بتكلم مع ناس المتعة المتعة في الأكل، فبقولها يعني مثلا طب لو سمعتي إن السجاير والمخدرات اللي بياخدوها بيقول عليها متعة، هل ممكن تاخديها؟ لا 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 يمكن. طيب يبقى زي ما احنا بنخاف على نفسنا من الحاجات دي، نخاف على نفسنا من الحاجات كمان اللي ممكن تؤدي لصحتنا حاجات وحشة جدا. تمام. فعشان كده اللحمة المحروقة مش انها بس بتتكون عليها الهيدروكربونات العطرية اللي هي قلنا بتستقر على سطح اللحمة وتساهم في الإصابة بمرض السرطان. القيمة الغذائية بتقل الفيتامينات والمعادن، بتنشف اللحمة. كمان ممكن يحصل صعوبة في الأسنان، الأسنان لو هي مش مظبوطة يبتدي تساهم برضو في مشاكل في الأسنان وتسوس. ريحة الدخان كمان بتؤثر على التنفس. عايز أقولك الناس اللي بياخدوا الأدوية اللي هي بتفتح الشعب الهوائية، الريحة دي بتقفل الشعب الهوائية، فيحتاجوا يزودوا الجرعة. بص لها بتاخد فنتيلات وبخاخات وحاجات توسع الشعب الهوائي، ومع ذلك ماشي بقى على الدايت الاكل المشوي والدواء ولا عامل حاجه، وتعمل مشاكل في التنفس وتهيج في الشعيرات التنفسيه والجهاز التنفسي. بتاثر كمان على ايه؟ على الاعصاب، تعمل تاثيرات على الاعصاب، تاثير على البيئه نتيجه التلوث. كمان مشاكل في زيادة الوزن، لأغلب الناس بتاكل الدهن الجامد، فبتكون طبعا الدهون العالية اللي بتسبب زيادة في الكوليسترول. معانا بس مكالمة
ملكة اتفضلي يا ملك. الو. ايوه. الو. اتفضلي يا حبيبتي. ازي حضرتك يا دكتوره؟ ازيك يا قمره؟ الحمد لله. بقول لحضرتك انا بس كنت انا وزني 82 تمام، وعندي بس الغضروف في ظهري وخشونه، فعايزه حضرتك يعني تنصحيني ان انا عايزه اعمل رجيم يعني. سلامتك الف سلامه يا ماما. الله يسلمك يا دكتوره. احكي لي كده بتفطري ايه وتتغدي ايه؟ ماشي عامله ايه؟ انا بفطر اصلا جبنه فلاحي قريش ببضايه، جبنة ريش ببضايا، ويعني اللبن كل اسبوع بشربه مره. وقد ايه عيش؟ يعني احيانا رغيف واحيانا رغيف ونص. ياه. وبعدين كملي يا حبيبتي، اسمعيني من السماعه ووطي التلفزيون خالص. وطي التلفزيون خالص شويه، وطي التلفزيون شويه. فبقول لحضرتك يعني الغداء احيانا محشي احيانا مكرونه، بس ما باكلش عيش في اليوم غير هو ده بس طول النهار يعني. تمام. وبعدين؟ لا العشاء بقى مش بتعشى. لو جوعتي بين الوجبات حبيبتي بتاكلي ايه؟ لا بين الوجبات بقى مش هضحك عليكي يعني، ممكن فاكهه، ممكن حته كيكه كده. تمام. انت حاولتي تخسي قبل كده يا ملكه؟ انا عملت قبل كده حضرتك رجيم مع نفسي كده، بس يعني جالي هبوط كده ووقفته، قعدت بتاع شهر كده بس وقفت، بس كان مع نفسي يعني. تمام. اكتر منطقه بتتخن عندك فين؟ البطن. تمام، هجاوب على حضرتك حالا. تمام ملكة، ملكة المشكلة أولا إن تخزين الدهون في منطقة البطن، وأنت بتقولي عندك ديسك، كارثة. أنا بعتبرها عارفة زي إيه؟ زي اللي قدامه نار كده وعاوز يطفيها، بدل ما يدلق مية عشان يطفيها بيدلق عليها بنزين. تخيلي؟ ده اللي أنت بتعمليه في نفسك. ليه؟ كل كيلو في بطنك يا ملكة بيحمل 3 على ظهرك و4 على ركبك، فألم ومشاكل جامدة جدا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان انت بقى بتاكلي غلط، ونتيجة الديسك وزيادة الوزن حركتك قليلة، مش قادرة تتحركي، فتكون النتيجة ايه؟ زيادة في الوزن ازيد. انك تاكلي رغيف ورغيف ونص ده كتير جدا، لان انت ما حركة البيت يا جماعة زي ما احنا متفقين ما بتحرقش سعرات، التوضيب والطبيخ يوجع الرجلين، انما ما بتحرقيش سعرات، فلازم تاخدي بالك انت بتعملي ايه. فالرغيف والرغيف ونص ده كتير كتير قوي، ده كأنك خدتي قالب سكر. فهنخلي طب العيش قد ايه؟ قد حجم الكف، هو ده العيش اللي هتاخديه. خدي معايا اللي انت عايزاه. طب الظهر مفيش حاجه بقى اسمها محشي ومكرونه كل يوم، طب ما انت هتتخني، ما انت ما بتحرقيش، ما بتبذليش مجهود. فلو استمريتي مهمله في نفسك وتاكلي من اكل البيت لا يمكن هتخسي، والمشاكل هتبقى اسوا. انت دلوقتي الحمد لله قادره تتحركي والديسك، انما لو زدتي بعد الشر هتشتكي بقى من اثار ظهرك. لازم نعرف يا جماعه ان الاكل ده بيخلينا نعيش، بس يا اما هيخلينا نعيش صحتنا كويسه يا هندفع الثمن صحتنا وحشه. ما تقوليليش باكل من اكل البيت وكميات قليله، لان ممكن تبقى كميه قليله جدا بس مليانه بشاميل وسمنه وزيت فسعراتها الحراريه عاليه جدا. وكمان بين الوجبات بتاكلي كيك، طب ما انت لا يمكن هتخسي حبيبتي. انا افضل ان انت لازم تحاولي بجد تكشفي، تعملي نظام اكل عشان ظهرك. ممكن نستعين بالحقن النوع اللي يناسبك، لان في انواع كتيره جدا زي ما اتفقنا، شوف ايه اللي يناسبك. وانا يتهيالي ان الحقن اللي هي تعليلك الحر وفيها الفيتامينات كمان ومعاها حقنه ثانيه الفيتامين اللي جسمك محتاجها دي هتنفعك قوي. ليه؟ تعلي الحر، تسد النفس، تاخدي الفيتامينات اللي ناقصه اللي مخصوصه بتاعت الاعصاب، فنعمل زي كومبينه نصل بيها لبر الامان. مع الاخذ في الاعتبار ان لغايه ما تقدري تعملي كده لازم العيش ده ننزل بيه جامد. نمره واحده تاخدي العيش قد الكف ومعاه بقى العيش البلدي او الرغيف الابو شيلن ده، يعني لو بقى ب 10 سق تبقى مش هو، ومعاه بيضه، جبنه، خضره كتير، ودايما نعصر على الخضره، إيه ليمون، نحط خل التفاح عشان خلينا ايه نشبع. وبعد كده الغدا العادي بتاع البيت بس النشويات فيه تبقى قليله، مفيش عيش الظهر. وبين الوجبات فاكهايه، طبق سلطه،
وبالليل تاخدي الزبادي تاخدي فاكهه. لو مش قادره تمشي على النظام ده يبقى لازم نحتاج الحقن اللي تساعدك. هنكمل كلامنا بقى على وبقيه انواع المشاكل الصحيه اللي بنقابلها من اضرار الاكل الغلط. قلنا ان الاكل المحروق في منتهى الخطوره لان بيتكون عليه الاكريلاميد اللي قلنا ان هو طبقه مسرطنه، ودي اكتر بنلاقيها في اللحمه المحروقه، في البطاطس المحروقه، في العيش. كمان بيتكون الهيدروكربونات اللي هي برضو مسرطنه نتيجه ان الدهن اللي بينزل على الفحم بيرجع يتطاير منه الهيدروكربونات تلزق على السطح بتاع اللحم. عشان كده بيقول قد ايه هو خطير. كمان بتعمل مشاكل في الجهاز الهضمي. كتير جدا من الناس تقولك بعد ما اكلت الم في معدتي، بطني منفوخه، معناها انها اثرت على الجهاز الهضمي. يفضل عندنا ايه كمان؟ طيب ايه هو بقى اللحم اللي كتير جدا بقى اللي بيتلوث اللي بنجيبه من الشارع مع الغلا بتاع اللحم؟ نبص نلاقي كتير جدا من ولادنا بقى ياخدوا المصروف، عايز ياكل حاجه نفسه فيها، مش مهم المصدر، وده اولادنا بالذات، عربيه واقفه في الشارع، ساندوتش نفسه فيه، ما احناش لا السعر بتاع الساندوتش يتلائم مع ثمن اللحوم بس هو نفسه فيها. طيب ايه اللي هيحصل نتيجه بقى ان انا هاكل لحوم ملوثه او هاخد سندوتشات من الشارع؟ العربيه اللي واقفه على الناصيه، الراجل اللي مش غاسل ايده ده وبيعمل لنا الساندوتش بس هو تمنه كويس وانا جعانه ونفسي اكله، هيحصل لنا ايه؟ هنعرف كده بعد الفاصل. عايز اتجوز وفاضل السيراميك والبورسلان والادوات الصحيه بس ما عنديش وقت وخايف من الاسعار، يبقى يلا بينا على سيراميكا ماركت. ده امتى؟ من 31 اكتوبر ل 3 نوفمبر. وفين؟ بقاعه المؤتمرات بمدينه نصر. ده اللي فيه السيراميك بيبدا من 85 جنيه، والبورسلان بيبدا من 185 جنيه، وطقم الحمام بيبدا من 2350 جنيه، وطقم الخلاطات بيبدا من 2400 جنيه. ايوه، وهنشطب الشقه كلها 120 متر ب 25399 جنيه، وكمان فاليو هتعمل كاش 30%. سيراميكا ماركت برعاية عبد العزيز السلام، مظلوم، محجوب، مؤسسة السلام، علوان، كواليتي هاوس. مع سيراميكا ماركت هتوفر كتير. تنظيم جرينلاند. للإعلان على ميسات اتصل على 012-76-22-34-5 أو 012-76-22-34-6. رجعنا تاني وهنكمل كلامنا بقى. بيحصل ايه لما انا بقى ابني راجع المدرسه مع اصحابه عايزين ياكلوا سندوتشات، الراجل واقف على الناصيه كده ومعاه العربيه وايديه لونها اسود، صعب جدا نبص على شكل ضوافره، وبيغرف وبيوكل ولادنا من غير حتى ما يغسل ايده. والاوحش بقى بشوفه اوقات تبقى معاه فوطه اللي بيمسح فيها ايده لونها، هي الفوطه بيضه بس لونها بقى رمادي اسود، احنا محظنا. ايه بقى اللي بيحصل؟ بتحصل مشاكل فظيعه، بيحصل تسمم، بيحصل ان الطفل بياكل اكل كله ميكروبات. اولا يعني يوم ما نقول اقل حاجه نقول البكتيريا والسالمونيلا، بيحصل لهم تسمم ويروح الطفل عنده اسهال، قيء، دايخ، سخن، عاوز يرجع، تعبان، مفيش نفس المذاكره، مفيش تركيز. ما انا اكلت سموم، دخلت سموم، ديدان وطفيليات، ونبص نلاقي مشاكل جامده جدا. كمان الساندوتش اللي بيعمله، طبعا لو العيش بايظ الراجل عمره ما يفكر يرميه، هيدهنه باي حاجه عشان الفطر ما يبانش ويوكل الولاد. مش كده مهم قوي انا فاهم ولادي خطوره اكل الشارع، لان العفن دي والسموم دي
بتخش جسمنا بتفرز مادة سمية بتسمم جسمنا. هاكلها هتحصل لي مشاكل، هيتنقل لي امراض، هيخش في تسمم، بس الاوحش من كده كمان هيفضل النواة التي بتخش في بتعمل يعني ليها دور في حدوث السرطان. حاجة بايخة، حاجة بايخة ان انا اكون السبب في حدوث مشاكل وامراض جامدة ليا. معانا منال، اتفضلي يا منال. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبتي. انا كان عندي مشكلة بقالي سنة، عندي تنميل من عند الربطة لغاية طوابع رجلي. ورحت كشفت اوعية دموية وعملت تحاليل ويعني عملت تحاليل كتير ودم وكده، ما طلعش فيها حاجة غير بس نقص فيتامينات ونقص كالسيوم. فأنا دلوقتي داخلة على سنة وأنا عصبية، أنا بتعصب من أقل حاجة وبتعصب مع أولادي في البيت ومع أي مشكلة بتعصب فيها. في أي مشاكل صحية، أي أدوية أو علاج؟ في سكر؟ لا ما عنديش أي حاجة، حللت ضغط وحللت سكر، ما فيش أي حاجة. هل في في العيلة سكر؟ إيه؟ في العيلة الأب الأم؟ عندي والدي مؤخرا يعني من مثلا من سنة اللي جاله بوادر سكر، بس مش سكر اللي هو بياخد أنسولين وكده، لا ده هو بياخد برشامة بس. طيب منال، السمنة عندك فين؟ أنا 31 سنة، بس أنا بشتغل وحركت كتير جدا وساكنة في الدور السابع، فبنزل ممكن أنزل السلم مرتين أو ثلاثة في اليوم. في وزنك قد ايه؟ انا وزني 75 كيلو وطولي 172. اكتر منطقه فيها الدهون فين؟ ممكن البطن شويه، يعني انا مش وزني يعني جسمي متناسق. تمام. بس هو البطن ممكن يعني كرش صغير كده يعني، بس انا مش عارفه، انا بقالي سنه تنميل قايمه صاحيه نايمه يعني على طول دايم معايا تنميل في رجلي، بس بتحرك عادي وبمشي وكده، بس ساعات ايام افرض لما اخذ رجلي على السرير ممكن الاقي اشعاره كده او زي كهربا في الرجل. تمام. هجاوب على حاجه، اسفه معلش اقطعك، وبتزيد اكتر التنميل اكتر لما بتعصب زياده. هجاوب على حضرتك حالا. طبعا مشكله التنميل دي من انا عارفه انها حاجه بايخه جدا، اوقات ليها عده طبعا اسباب، من ضمنها مثلا لو انت جسمك اصلا كان رفيع، واضح ان انت كان واخده بالك من جسمك كان قليل، اي زياده في الوزن وخاصه لو هي في منطقه البطن، زي ما اتفقنا كل كيلو في البطن بيحمل على الظهر 4 كيلو، فلما يحمل الفقرات بتضغط على الاعصاب اللي بتغذي الرجلين، فممكن تعمل التنميل. ضعف الدورة الدموية، لو انت بتدخني او بتقعدي حتى او تدخني السالب، لو في حد في البيت بيدخن، لو في اي سوء تغذية وبتاكلي اكل غلط، لان كتير جدا منا بياكل الاكل غلط، ان هو مغلي 100 مرة واكل بايت واكل فاقد للقيمة الغذائية. عايزاكي تعملي تحليل كمان لو في انيميا، نقص فيتامين ب، وده ممكن برضو يسبب التنميل، فلازم نكشف ولازم نصل لحل. بس انا انصحك انك تحاولي عند حد تاني مختص واكثر هنقدر نوصل لحل، لان انا عارفه ان هو شعور بايخ جدا. سلامتك الف سلامه حبيبتي. معانا منى. مريم سوري، اتفضلي يا مريم. انا مش خير يا دكتوره، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبه قلبي. ايش يا ربنا يخليك. بقول لحضرتك انا بقالي 3 ايام عندي مغص جامد قوي في معدتي. عندك ايه؟ مغص جامد 3 ايام ورجليا وارمه، فده من ايه ده؟ انت بتقولي يا مريم ان مشكلتك ان رجليكي وارمه؟ بقالها 3 ايام؟ فجأة كده يا مريم اول مره تحصل لك؟ اول مره. هلك بتشتغلي؟ لا في البيت. عندك في البيت؟ تمام. بتخرجي؟ بتقضي مشاوير كتيرة؟ بتتحركي كتير ولا قاعدة في البيت؟
لا قاعده في البيت، عندي خشونه في الركب وظهري وجعني، بس فجاه رجليا ورمت الاثنين. سلامتك، الف سلامه. هجاوب على حضرتك. الله يخليك، ربنا يخليك. الف سلامه ليك. وطبعا يا مريم لازم نكشف ورم الرجلين، ما ينفعش ان انا اقول لك ممكن كذا بس، لا، هو ليه عده اسباب، لان رجليك الاثنين لازم تكشفي عند دكتور قلب، لازم نطمن عليكي، لازم تقللي وزنك، لان الخشونه ممكن تعمل ورم، لو بتلبسي جزمه ضيقه ممكن تعمل لك ورم، لو وقفتي كتير او بتقعدي ورجليك نازله لتحت يعني مدلدلاها كتير، قعدتي فتره طويله، ده ممكن برضو يؤدي لورم في الرجلين. فعايزاكي تقللي الملح، ممنوع تلبسي حاجه ضيقه، اي شوز ضيقه مثلا، وانت قاعده تبقي رافعه رجليك، ونتابع ونشوف، لان لو استمر او حصل تاني لا لازم تكشفي وتتابعي مع حد. الف سلامه ليكي. نكمل بقى كلامنا، وايه مشاكل اللي بتقابلنا في الاكل الغلط، وهنتكلم المره دي بقى على الرز. كتير جدا عندنا مثلا نبص نلاقي حله الرز او الشوربه عليها زي الشوربه مثلا، لا عليها زي بقليل كده على جنب، الرز عليه زي نسيج كده على جنب ما ناخدش بالنا منه، والام نسيت عملت حله الرز ونسيتها بره، الدنيا حر، المطبخ الحله مكتومه ما تهوتش، يحصل فيها عفن. طبعا ده شكل الرز السليم، انما يعني ايه عفن الرز او ايه السموم اللي بتحصل دي؟ سموم فطريه اللي هي الافلاتوكسين، زيها زي اللي بيحصل كمان في المكسرات والفول السوداني، ده بيؤدي لتلف في الكبد. كمان الرز البايظ اللي عليه الشعيرات اللي بنلاقي لها دي تعمل تسمم. بعد ما ناكل الاقي بطني بتطبل كده وانتفاخ والم في البطن، لا اقي واسهال. تمام، ممكن نلاقي بعض الناس اللي هم اكثر حساسيه، نلاقي حصل حساسيه في الجلد، ونبص نلاقي بيهرش، احتقان في الانف، انتفاخ، غازات، كل ده بسبب ايه؟ ان حصل ان انا اكلت اكل كان مش مظبوط. عشان كده مهم ان مجرد ما الام تعمل الاكل بعد ما يهدى يخش التلاجه. لما اجي بقى اغلي الشوربه بالذات لازم تتغلي من تحت لفوق واقلبها كويس جدا، لان يقول لك الفطر ده في منتهى الذكاء، اما نحط الشوربه على النار او نيجي نسخن يتلم في النص، عشان درجه الحراره في النص اقل من على الحروف. عشان كده دايما نقول لازم نغلي ونجيب من تحت لفوق ونشيل الريم اللي على الوش، ده مش البهريز، ده بهريز المشاكل الصحيه اللي ممكن تعمل انتفاخ وغازات وتسمم تخلف مشاكل. طبعا الموضوع لسه ما انتهاش، ده في عندنا حاجات كتير جدا، وكل حلقه هنتكلم على الاخطاء اللي ممكن تخلي الاكل بدل ما نستفاد منه يبقى لصحتنا، لا يعمل لنا مشاكل ويبقى عدو لينا. ودايما الوقت الحلو بيعدي بسرعه، لكن ان شاء الله يكون لنا معاد الاسبوع الجاي وحلقه ومهوى الحياه.